السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بداية، الناس اللي بتشوفني أول مرة يا ريت تشتركوا بالقناة ويفعلوا زر الجرس علشان يوصلهم إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة الخاصة بالقناة. ومتابعينا الكرام الافاضل، يا ريت يضغطوا لايك ويشيروا الفيديو على صفحاتهم على فيسبوك وتويتر. عاوز اتكلم عن اول رد فعل لمرتضى منصور بعد خساره نادي الزمالك من طلائع الجيش بثلاث اهداف مقابل هدفين. بس قبل ما اتكلم عن رد فعل مرتضى منصور، عاوز اتكلم عن طارق يحيى برضه وتاثير الاعلام الاهلاوي في المباراه بتاعه النهارده ما بين الزمالك وطلائع الجيش. أولهم كلنا اتكلمنا، أعتقد معظم الأهلوية ومعظم الإعلاميين الأهلوية اتكلموا عن طارق يحيى، وطبعا مبارياته وخبراته في تفويت المباريات قبل مباراة النهاردة. الكلام ده كله حتى لو احنا شرحنا الزمالك كسب ازاي في الفيديو قبل السابق، وطريقة اللعب المفتوحة بتاعت طارق يحيى اللي كانت ممكن تسهل مباراة على نادي الزمالك اللي كان داخل وزي ما بيقولوا ضامن الثلاث نقاط، بالاضافه ان هو بيلعب مثلا وكان طارق يحيى لعب معاهم 12، يعني اللاعب ال 12 معاهم يعني كمدير فني ضامنين المكسب. فالاعلام الاهلاوي شكل نوع من انواع الضغط على طارق يحيى، على الجهاز الفني في طلائع الجيش، على المسؤولين في طلائع الجيش، على لعيبه طلائع الجيش، خلى المباراه تظهر بالشكل ده. لكن لكم ان تتخيلوا ان الامور طبيعيه، ما كانش فيه ضغط، ما كانش فيه كلام، ما كانش فيه الكلام ده كله. هل ممكن تتصوروا حضراتكم ان المباراه كانت هتطلع بالشكل الحماسي ده من قبل لاعبي نادي الزمالك؟ ما اعتقد، من قبل لاعبي نادي طلائع الجيش؟ ما اعتقدش. فدي نقطه واشاده انا بحب اشيد بيها لكل الاعلام الاهلاوي اللي ضغط في المنطقه دي واتكلم عن المنطقه دي او النقطه دي اللي خلى المباراه تطلع بالشكل الايجابي ده. ده تاثير الاعلام وده تاثير الجماهير، ان انت تقدر تحط المنافس تحت ضغط. حتى لو ما قدرتش تحط المنافس تحت ضغط، تحط الفرقه اللي هتقابله تحت ضغط، وعندك قناعاتك ووجهه نظرك باسلوبك المهذب المحترم دون التطاول على اي شخص. ده بخصوص مباراه الزمالك وطلائع الجيش ودور الاعلام الاهلاوي في المباراه. بالنسبه لمباراه النهارده الزمالك وطلائع الجيش، اول تعليق او اول رد فعل من مرتضى منصور طبعا في حاله غضب من الخسارة أمام طلائع الجيش، كانش متوقع. هو دايما يقول لك يعني لو كان امبارح كان هو على قناة الحاسس، لو كان ظهر واتكلم كان ممكن يطلع يقول لك ايه المباراة يعني لو لعبنا طلائع الجيش هنكسبهم 5-6، زي ما اتكلم قبل كده عن حلمي طولان وإمبا نكسبهم 6-7 ولا 7-8، وقال لك مباراة اف سي مصر مش هنغلبهم أقل من برضه 6-7 لو المباراة اتعادل. وعلى ما يبدو برضه ان الزمالك نادي وطني، يعني ما حبش يغلب اف سي مصر علشان يحمل اسم مصر في جزء من اسمه يعني. والنهارده الجيش برضه ما يقدرش، يعني الزمالك هيكسب الجيش ازاي يعني؟ ما ينفعش يعني. فمرتضى منصور في اول رد فعل ليه غضبان بشده من لاعبي نادي الزمالك، وحمل لاعبي نادي الزمالك مسؤوليه الخساره. وبعدين موضوع نادي الزمالك ده هتفضل في حلقه مفرغه دايره. مشكلة فين؟ مشكلة عند اللعيبة ولا عند الإدارة ولا عند المدير الفني؟ لا، أنت دلوقتي زي أنا عندي قناعة إن المشكلة عند الإدارة، لكن بعض الناس ممكن تشوف اللعيبة، واللعيبة برضو ممكن ذهنها مشتت بسبب مستحقاتها. هل اللعيبة يعني اللعيبة دي تقدر تحاسبها حساب عسير إمتى؟ لما يكونوا واخدين حقهم تالت ومتلت ومستحقاتهم، أقدر أعمل يعني أطبق اللائحة عليهم وأجري عليهم بعض الخصومات. لكن مش معقول النهاردة تكون لعيبة ما بتاخدش مستحقاتها واجي كمان اخصم منها، ده انا ما بديهمش فلوس اجي اخصم منها كمان. فاحاسبهم لما يكونوا واخدين حقهم صارفين مستحقاتهم في ميعادها. لكن طول ما في ازمه مستحقات ماليه في نادي الزمالك لبعض اللاعبين، هيفضل ذهنهم مشتت ومش هتاخد منهم شيء. ده حاجه. الحاجه الثانيه، مرتضى منصور اتكلم عن المدير الفني لنادي الزمالك باتريس كارتيرون، وقال ان هو يعني مش هيقدر يتكلم عن المدرب ولا يقيم المدرب، ومش هيظلم المدرب ويقول ان المدرب قصر. المدرب لعب وادى المباراه بالشكل ده علشان في بعض الغيابات اللي هو مجبر عليها، يعني لاعب محمد عبد السلام مكان حازم امام، وفي نفس الوقت غياب عبد الله جمعه عن المباراه. هو شايف انه لا مش هينفع، وبعدين ما ينفعش لسه الراجل لعب الشرقيه والمباراه الافريقيه وبيراميدز، حتى الشرقيه ما تحسبش عليه يعني.
المباراة الإفريقية، مباراة إفريقيا اللي هي بلاد أول أغسطس، وبعد كده بيراميدز دي مباراة تالتة ليه، يعني الشرقية ما يعتبرش إنها إن هو اللي أدارها يعني، ما تقدرش تقيمه. وهو طبعا مش هي كل شوية كل تلات أربع ماتشات غير المدرب، فهو غصب عنه هيتحمل باتريس. أنا لو سألتني على رأيي الشخصي بتمنى إن باتريس كارتيرون يسيب نادي الزمالك، لأن الراجل ده محترم، والراجل ده يعني إمكاناته الفنية جيدة، وراجل مدرب بجد. فلو فضل مع نادي الزمالك ممكن يوصل الزمالك هذا الموسم للمركز الثاني اللي هو المعتاد عليه، وده بالنسبة له هيبقى الإنجاز أو ده الطبيعي. لكن لو كارتيرون مشي هتشوف الزمالك في مراكز متأخرة، ممكن توصل رابع خامس المركز لو كارتيرون مشي. لو فضل كارتيرون هيوصلهم للمركز الثاني. وده رضا عبد العال النهارده برضو اتكلم عن القصه ديت، وقال لك ان حلم الزمالك في الحصول على الدوري هذا الموسم تبخر بعد الخساره امام طلائع الجيش، والزمالك فقد ال8 نقاط. وبيتكلم عن رحيل باتريس كارتيرون، او بيطالب برحيل باتريس كارتيرون، وشايف انه لو باتريس كارتيرون ممشيش الزمالك هيشرب كتير. ده من وجهه نظر رضا عبد العال. برضو مرتضى منصور، يعني بنواصل رد فعل مرتضى منصور بعد المباراه. دائما وابدا كنا دايما نسمع الراجل الطيب امير مرتضى منصور المشرف العام على فريق نادي الزمالك بيطلع ويتكلم ويقول لك ايه، احنا هنقفل على الفريق. واخر مره طلع في ظهره هنقفل على بعد المباراه، هنقفل على الفريق وتعالوا نتقابل بعد نهايه الموسم ونشوف الدنيا فين. على ما يبدو ان هو ما بيعرفش يقفل كويس يعني، او بيسيب الباب موارب يعني. يعني انت النهارده قفلت عليهم بعد مباراه بيراميدز طلعوا بالشكل ده، ولما حبوا تفتح عليهم مرتضى منصور قرر انه هيتقابل مع اللعيبه بكره في مقر نادي الزمالك علشان يعني نوع من انواع الشحن بتاع يشحن اللعيبه مره اخرى يعني. يعني انت قافل عليهم، لما تفتح على مرتضى منصور يعني انت في وشهم على طول، مرتضى منصور في وشهم على طول، يا تقفل يا توديهم مكان يشموا فيه هوا يعني اللعيبه تفوق يعني. فمرتضى منصور قرر، مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، الاجتماع بلاعبيه غدا الثلاثاء في مقر النادي، وذلك للحديث معهم عن الخساره الصادمه امام الجيش في الدوري بنتيجه 3 أهداف مقابل 2 والاداء السيء للفريق. مرتضى منصور هيحاول يفهم من اللعيبه ايه اللي بيحصل او الامور اللي بتسبب، هو فاهم وهو عارف يعني. هو يطلع معلش، هو بكره يقعد معاهم هيتكلم، يا جماعه والمستحقات وبوعدكم والفلوس وهتاخدوها وهنعمل وشدوا حيلكم وربنا يكرم والمكافآت وهالمكافآت هتاخدوا وهتعملوا والكلام ده كله. ده بخصوص مرتضى منصور ورد فعله بعد خسارة نادي الزمالك من نادي طلائع الجيش النهارده. برضو بالنسبه نتكلم عن قرعه دوري ابطال اوروبا، دور 16 دوري ابطال اوروبا، مواجهات صعبه لليفربول ولنادي مانشستر سيتي. بس انا يعني شايف ان كعب جوارديولا عالي على كعب زيدان كمدربين يعني. مواجهات سهله في المطلق باستثناء مواجهه ريال مدريد ومانشستر سيتي، اتلتيكو مدريد وليفربول وبرشلونه ونابولي. نابولي ده طبعا الكفه هتميل لبرشلونه. بالنسبه لتشيلسي وبايرن ما تقدرش تحدد مين يعني. المهم القرعه وقعت الفرق التاليه في مواجهه في دور 16: بروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان. طبعا الكفه بتميل لصالح باريس سان جيرمان. ريال مدريد ومانشستر سيتي برضو ما تقدرش تقول، ولو ان يعني مانشستر سيتي في الاونه الاخيره مش قد كده، لكن زي ما بقول لحضراتكم كفه جوارديولا بتميل على زيدان. فالنسيا واتلانتا برضو الفرقتين الى حد ما، ولو ان الكفه تميل لفالنسيا شويه. اتلتيكو مدريد وليفربول برضه من المواجهات الصعبه اللي ما تقدرش تقرر، رغم ان ليفربول حاصل على دوري ابطال اوروبا النسخه الماضيه، لكن اتلتيكو مدريد مع سيميوني رغم ان جريزمان كان عامل شكل كبير لاتلتيكو مدريد، لكن جريزمان يروح اي حد تاني يلعب، سيميوني مع اتلتيكو مدريد بيدي شكل لاتلتيكو مدريد. فمباراه برضه ما تقدرش تحدد مين اللي ممكن يكسب فيها يعني. تشيلسي وبايرن ميونخ، يعني تشيلسي وبايرن ميونخ برضه نفس القصه، رغم ان تشيلسي مستواه اتحسن مع فرانك لامبارد، لكن بايرن ميونخ من الفرق القويه يعني. اولمبيك ليون ويوفنتوس، طبعا الكفه بتميل ليوفنتوس. توتنهام ولايبزيج،
ده بالنسبة لتوتنهام. طبعا برشلونة معاهم مورينيو بيقدم برضو أداء مش بطال في الفترة الأخيرة. برشلونة ونابولي زي ما حضراتكم، برشلونة أكيد يعني بنسبة 60 70% يعني، أو 75% كمان يعني. ده بالنسبة لدوري أبطال أوروبا. حمدي النقاز كان فيه كلام بقى كتير، وحمدي النقاز ومشي وسافر والكلام ده كله، وخلاص سافر تونس لا، حمدي النقاز اتكلم وكذب كل المواقع الصحفية اللي اتكلمت بخصوص يعني خروجه من مصر وذهابه إلى تونس. قال إن هو موجود لسه حاليا في مصر، والمحامي بتاعه هو اللي متولي كل شيء خاص بنادي الزمالك، وإنه يعني ما اتكلمش مع مش هيتكلم في أي شيء تاني، وهو لسه ليه مستحقات مالية وده حقه. واتكلم إن هو منتظر بس إن بنته تخلص دراستها علشان يسافر لتونس. ده ملخص حمدي النقاز والكلام اللي قاله حمدي النقاز. بالنسبة برضو الجهاز الفني النادي الزمالك رفض إعطاء اللاعبين راحة سلبية غدا الثلاثاء من التدريبات، وقرر أن يخوض كافة اللاعبين تدريباته بشكل طبيعي، يعني يريحوا بتاع إيه ده. الأداء البدني بتاعهم النهارده كان للأسف الشديد سخيف جدا يعني. بالنسبة برضو الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيان رسمي رفع دعوى قضائية ضد جوزيف بلاتر، رئيس الراجل اللي كان قاعد في الاتحاد الدولي بلاتر ده، يعني طلعنا ولقينا بلاتر هو اللي في وشنا. رفعوا قضية ودعوى قضائية ضد بلاتر وميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي السابق الفرنسي. وأوضح الاتحاد الدولي في بيانه أنه بيسعى لاستعادة 2 مليون فرنك سويسري حصل عليها ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي السابق بشكل غير شرعي عام 2011 من الفيفا. وأثنائي بلاتر وبلاتيني تم معاقبتهم بالإيقاف عن ممارسة كل الأنشطة الرسمية يعني كرة القدم المرتبطة بكرة القدم في 2015. مدة العقوبة كانت 8 سنوات في بداية الأمر، ثم أن يتم تقليل الإيقاف بسبب انتهاك لوائح القيم. شكوى الفيفا ضد الثنائي بخصوص حصول بلاتيني على 2 مليون فرنك سويسري من الفيفا بناء على موافقة من بلاتر في 2011 نظير أعمال قام بها لاعب منتخب فرنسا السابق للاتحاد الدولي قبل عدة سنوات. كله بقى بيفتح الملفات والدفاتر القديمة. إذا عجبك الفيديو اضغط لايك وشير الفيديو على صفحتك على فيسبوك وتويتر، ولو بتشوفنا لأول مرة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة الخاصة بالقناة. السلام عليكم ورحمة الله.